أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدي الكرام على الهواء مباشرة في جلسة الأعمال في نهاية هذا الأسبوع الحافل بالأخبار الاقتصادية والأحداث والمؤتمرات والمعارض التي شهدتها الدوحة خلال 5 أيام ماضية، وأيضا الحافل بالنتائج الجيدة للشركات القطرية والتي انتهت يوم أمس مساء أمس من الإعلان. جميع الشركات أعلنت عن نتائج أعمالها عن فترة 9 شهور الأولى من العام الحالي، وسنتوقف إن شاء الله في فقرات برنامجنا عند كل هذه التفاصيل. قبل ذلك نرحب بضيوفنا، ضيوف جلسة الأعمال لهذا الصباح. معنا من استوديوهاتنا هنا في تلفزيون قطر سيد محمد السقا الصحفي بجريدة لوسيل، ومعنا أيضا من البورصة القطرية الدكتور عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة الأمل للاستثمار القابضة، وسينضم إلينا أيضا من الدوحة السيد فراس الخطيب الخبير العقاري للحديث إن شاء الله عن أداء السوق العقاري خلال أيضا 5 أيام الماضية. نبدأ بأخبار البورصة القطرية وآخر إغلاقاتها، حيث أغلق المؤشر العام لبورصة قطر على ارتفاع بنسبة فاقت 0.6% عند مستويات 10283 نقطة، وذلك بعد أن تمكن من إضافة 62 نقطة بنهاية الجلسة وسط تراجع على صعيد السيولة والكميات والصفقات المنفذة وتسجيل رسملة السوق مكاسب بقيمة 3,400,000,000,000 ريال لتصل إلى حوالي 569 مليار ريال. وقد شهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات ثم الصناعة والعقارات والخدمات والسلع الاستهلاكية والبنوك والخدمات المالية والنقل، فيما تراجع التأمين وحيدا. وفي جلسة الأمس أيضا ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق، وقد تصدر سهم الرعاية القائمة الخضراء مرتفعا بنسبة فاقت 4.16%، ثم سهم بروة بنسبة قاربت 2%، وودام بنسبة 1.34%، بينما تصدر سهم العمل التأمين قائمة الأسهم المتراجعة بنهاية جلسة يوم أمس وبنسبة فاقت حوالي الحدود القصوى 10%، وتلاه سهم دلالة القابضة بنسبة فاقت 2%. وعلى صعيد نتائج الشركات انتهت جميعها كما ذكرنا من إفصاحاتها المالية ليبلغ صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 29,500,000,000 ريال مقارنة بنحو 31,100,000,000 ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبة 5.3%. أبدأ من البورصة القطرية مع الدكتور عبد الله الخاطر. مرحبا دكتور، صباح الخير. كيف وجدت النتائج المالية التي حققت حوالي، نتحدث لجميع الشركات المدرجة في البورصة القطرية، حوالي 30 مليار ريال؟ نسبة التراجع كانت طفيفة عند 5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018. طبعا بالنظر للتقلبات في الاقتصاد العالمي وآثاره خاصة بالنسبة لأسعار الطاقة، وأيضا نهايات كثير من المشاريع الكبيرة وخاصة الضخمة بالسوق المحلي، النتائج الحقيقة كانت أفضل من المتوقع في المرحلة هذه. يتضح الحقيقة أيضا من جودة النتائج حتى الآن وقدرة المؤسسات، قدرة شركاتنا بالداخل للمحافظة على المستوى هذا من الأداء مقارنة أيضا بالشركات وبورصات المنطقة خلال المرحلة الماضية، والنتائج اللي رأيناها نتائج الشركات بشكل عام. إذا رأينا بالنسبة مقارنة بالنسبة للمؤشرات في الداخل أدائها يعتبر جيد الحقيقة، جيد جدا. إذا قارناها أيضا بالشركات والمؤسسات الإقليمية تعتبر ممتازة، دليل على أنه البورصة ما زالت الحقيقة تمثل ملاذ آمن بالنسبة للمستثمر الإقليمي والمستثمر العالمي، وطبعا بطبيعة الحال المستثمر المحلي. لذلك النتائج جد مشجعة، ولذلك توقع أنه المؤشر يستقر، وأيضا قد نراه في خلال الأسابيع القادمة في محاولات الكسر
مستوى 10,000 10,600 خلال المرحلة القادمة. نعم واضح. اليوم محمد انتهينا من موسم الإفصاح، أمامنا استحقاقات جديدة في نوفمبر القادم. هل نستطيع القول بأنه المؤشر العام خرج من دائرة التأثير التي أثرت عليه بشكل كبير خلال 3 أسابيع الماضية، جعلته في نطاق يتحرك بشكل يومي ضمن نطاقات محدودة، والآن يعني سنشهد تحرك أوسع أكبر بالنسبة للدخول، خاصة أضف إلى هذا الموضوع أنه خلاص بدأنا في الربع الأخير من العام والتجهيز للربع الأخير؟ بالتأكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا جلسة اليوم ستحدد هذا الاتجاه، لأن احنا أمام جلسة إغلاق شهري، أعتقد كان أمر جيد على مستوى البورصة أنها حددت تواريخ الإفصاح لتنتهي خلال الشهر التالي مباشرة للربع، وهو ما وجدناه على مستوى الإفصاحات، كان لدينا زخم قوي على مستوى أكتوبر والانتهاء مع نهاية شهر أكتوبر. الآن سننظر مرة أخرى كيف يتفاعل المؤشر العام مع المؤثرات الجديدة. هناك لدينا عاملين الآن سيؤثران أداء المؤشر خلال شهري نوفمبر وشهري ديسمبر إن شاء الله. الأول هو تنفيذ المراجعة الخاصة بمورجان ستانلي، إن شاء الله يوم 7 نوفمبر يتم الإعلان عن النتيجة ويتم تنفيذها بعدها بأسبوعين، وسنجد بكل تأكيد إن شاء الله انعكاس إيجابي عليه، لأنه هناك توقعات قوية على مستوى أولا إضافة شركات أو رفع الوزن النسبي لشركات، وبالتالي جذب السيولة داخل السوق. جلسة اليوم ستحدد ذلك، لأنه سيكون لدينا تحرك قوي من المحافظ سواء المحلية أو الأجنبية، بعضها سيحاول بناء مراكز على الأسهم المتوقعة، وبعضها الآخر سيحاول التخلص من بعض الأسهم وشراء أسهم أخرى أقوى أو لديها نسبة أعلى من النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة. الاستحقاق الثاني المهم بكل تأكيد هو أنه الآن ستبدأ كل مديري المحافظ على مستوى البورصة في قراءة النتائج المالية لثلاثة أرباع بشكل متأني. لماذا؟ لأنها تعطيك بكل تأكيد توقع ومؤشر مهم على مستوى ما سيحدث إجمالا على مستوى العام، وتعطيك بكل تأكيد يعني نقطة مهمة، وهو كيف سيكون التوزيع لكل شركة. الآن العائد الذي لديك يمثل نحو 75% أو أكثر أو أقل قليلا بالنسبة لكل شركة، فبالتالي يمكنك الآن أن تتوقع كم سيكون نسبة التوزيع وحسابه على السعر الحالي. عادة ما نرى أنه عند نسبة ما بين 3.5 إلى 6% نسبة قبول قوية جدا على مستوى إذا ما جاء ذلك عبر توزيع نقدي للشركة بنهاية العام، فهلاهم يعني أعتقد هذه العوامل المؤثرة. الآن ننتظر كيف سيكون التفاعل مع نهاية جلسة اليوم، لأنها جلسة إغلاق شهري ومهمة جدا على مستوى توقعات أداء المؤشر خلال الفترة المقبلة. نعم. طيب نشوف آخر الشركات التي أعلنت عن نتائجها. شركة أعمال حققت خلال الأشهر 9 الأولى من العام الجاري صافي ربح بلغ 258 مليون ريال، بلغ العائد على السهم 4 دراهم. تعتبر شركة أعمال إحدى أكبر مجموعات الأعمال وأكثرها تنوعا في منطقة الخليج، بقيمة سوقية تبلغ 4 مليارات و400 مليون ريال. كما أفصحت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن بياناتها المالية التي المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بلغ صافي الربح 100.5 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 170.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 21 درهم في الفترة المالية عن فترة 3 شهور من العام الربع الثالث من العام 2019، العائد على السهم 36 درهم لنفس الفترة من العام الذي سبقه. أفصحت أيضا شركة قطر وعمان للاستثمار عن بياناتها المالية عن فترة الربع الثالث من العام الحالي، بلغ صافي الربح 3.470 مليون ريال مقابل صافي الربح 5.170 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. العائد على السهم ريال وعشر دراهم في مقابل حوالي ريال و60 درهم لنفس الفترة من العام الماضي. بالنسبة طبعا للبنوك القطرية، فقد حققت في بورصة قطر نموا في أرباحها الفصلية في نهاية 9 أشهر الأولى من العام بنسبة بلغت حوالي 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت قيمة الأرباح المجمعة للبنوك عن الفترة المذكورة نحو 19 مليار وربع المليار ريال.
يواصل القطاع البنكي أداء إيجابيا تسجله شركات هذا القطاع المدرجة في بورصة قطر، وهو أداء عكسته النتائج المالية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي أظهرت ارتفاع أرباح البنوك المدرجة في بورصة قطر بنسبة بلغت 15%، حيث بلغت قيمة الأرباح أكثر من 19 مليارا و220 مليون ريال مقابل 18 مليارا و200 مليون ريال تقريبا عن نفس الفترة من العام الماضي. ومع تحول بنك قطر الأول إلى الربحية في الربع الثالث تبعا لنتائجه المعلنة، سجلت كافة البنوك المدرجة في البورصة بذلك نموا في أرباح الفترة، بصدارة البنك التجاري الذي حقق نموا بأكثر من 19% في أرباحه الفصلية، يليه بنك الدوحة بنحو 11%، ومن ثم مصرف قطر الإسلامي. فيما سجلت مجموعة بنك قطر الوطني القيمة الأعلى في صافي الأرباح المحققة عن فترة الأربع الثلاثة الأولى من العام الحالي، واستحوذت المجموعة بأرباحها البالغة أكثر من 11 مليارا و200 مليون ريال على أكثر من 58% من القيمة الإجمالية لصافي أرباح القطاع، فيما جاء مصرف قطر الإسلامي في المرتبة الثانية من حيث قيمة الأرباح المحققة والتي بلغت 2,150,000,000 ريال، يليه مصرف الريان بمليار وستمائة وخمسين مليونا. وبنتائجه المعلنة حتى اليوم يعد قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تحقيقا للأرباح مقارنة بباقي القطاعات المدرجة في المؤشر، كما يستحوذ القطاع ببنوكه التسعة على القيمة الكبرى من أصول الشركات المدرجة في البورصة بواقع 1,534,000,000,000 ريال تمثل نحو 78% من الإجمالي. كنا قد ذكرنا في خبر قطر وعمان العائد على السهم هو درهم وجزء من الدرهم، وفي العام أو في فترة الربع الثالث من العام الحالي في مقابل درهم وست أجزاء من الدرهم، يعني بعد التجزئة نحسب على النظام القديم. صحيح، بالنسبة للأرباح نروح للفقرة العقارية، حيث بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 24 أكتوبر بلغ 807 ملايين ريال. النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة قالت أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى أيضا متعدد الاستخدام وبرجا ومجمعا سكنيا. عمليات البيع تركزت في بلديات الوكرة والضعاين والدوحة والريان والمصلال والخور والذخيرة والشمال. تفاصيل أوفى ننتقل إلى الزميل فراس الخطيب الخبير العقاري. سيد فراس، تكشف الأرقام المتعلقة بتداولات العقارات خلال الأسابيع القليلة الماضية نشاطا جيدا سواء على صعيد قيم وأعداد الصفقات أو بالنسبة للتواجد القوي للصفقات الاستثنائية التي تساهم بقوة في ضخ السيولة داخل القطاع العقاري. برأيك اليوم يعني من يود الاستثمار، ما هي توجهات المقبلين على الاستثمار في القطاع العقاري؟ صباح الخير أستاذ مروان. هناك عدة أنواع من الراغبين بالاستثمار بالقطاع العقاري. هناك نوع يفضل مبدأ المضاربة بموضوع العقار، وهذول يتم يركزوا على العقارات منخفضة القيمة أو الأراضي الفضاء الصغيرة. هناك نوع من الراغبين بالاستثمار العقاري ما يقوم بتطوير العقارات وبنائها وعرضها فقط للبيع، وهناك نوع اللي هم الشركات العقارية والمطورين الشركات الكبرى يقوموا بتطوير العقار من الصفر والقيام بالبناء ثم التأجير والحصول على عوائد استثمارية على المدى الطويل. بشكل عام الاستثمار بالقطاع العقاري هو يكون على المدى المتوسط والمدى الطويل، من خمس سنوات، سبع سنوات ولغاية العشر سنوات لتحقيق العوائد الاستثمارية. على الرغم من الانخفاض الحالي بأسعار الأراضي بنسب متفاوتة ببعض المناطق، إلا أنه الاتجاه الحالي نوع من المستثمرين يرغب بالحصول فقط على العقارات الجاهزة، العقارات المؤجرة التي تحتوي دخل
شهري ثابت، وهو هذا اللي عليه الطلب الأكثر الآن. بالنسبة للنوع اللي هو يرغب بموضوع المضاربة الآن، يعني لم تعد مجدية كما السابق، يعني في الفترة السابقة كانت هاي العملية هي الأكثر انتشاراً يعني. لكن الآن مع انخفاض الأسعار الحاصل، يعني الأسعار المنخفضة الآن تعتبر محفز ومشجع للمطورين للاستحواذ على الأراضي والبدء بعملية التطوير العقاري لمواكبة الطلب على العقارات خلال العامين القادمين. ابقى معنا سيد فراس، سأعود إليك. نذهب إلى الجلسة مشاهدي الكرام واستعراض لأهم التطورات على صعيد جلسة هذا اليوم الخميس، ونبدأ بالمؤشر العام للبورصة القطرية الذي يسجل في هذه اللحظات مستويات 10252 نقطة. الشركات الأكثر من ناحية الارتفاع كما نتابع وإياكم، نبدأ بالشركة القطرية العامة مع نسبة ارتفاع عند حوالي 4% مع ريالين و70 درهم. زاد القابضة التي تسجل في هذه اللحظات 13 ريال و98 درهم. ثالث الشركات المجموعة للرعاية الطبية وتسجل في هذه اللحظات 9 ريالات و15 درهم. هنا السؤال إلى الدكتور عبد الله الخاطر. دكتور، تتابع اليوم التطورات الحاصلة على صعيد المضاربات في البورصة القطرية اليوم، الرعاية الطبية، مجموعة الرعاية الطبية نفس الأمر، وصول إلى مستويات سعرية ممتازة الحقيقة بالنسبة لهذه الشركات. لاحظ أنه طوال حتى مع الانخفاضات التي حصلت خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنه المضاربات اشتدت على بعض الأسهم، منها أسهم الرعاية وأسهم الطبية وأسهم مثلا بنك قطر الدولي الإسلامي. ماذا يجري على هذه الأسهم؟ طبعا من ناحية بعض المتداولين، خاصة بعد فترات من الهدوء أو فترات من التراجع بالنسبة لأسهم يكونوا متعودين عليها، عارفين الأسهم وعارفين قدرات وإمكانيات الأسهم، وعندهم إحساس إلى أي مدى قادرين أنه يضاربوا على الأسهم ويظل المضاربة في حدود هامش المخاطر المتوقعة بالنسبة للمضاربين. ولذلك نرى الحقيقة دخولهم على بعض الأسهم، خاصة في الحالات اللي يكون فيها السوق هادئة والتوقعات بالنسبة للمؤشر مستقرة، يبحث المضارب عن بعض المردود، خاصة في مراحل يعتبرها آمنة بالنسبة له وآمنة بالنسبة لدخوله وخروجه على أسهم معينة، يكون هو يعرف تاريخه، يعرف قدراته، يعرف إمكانياته. وهذا اللي الحقيقة يعني نقوم فيه بالأسواق حسب المراحل وحسب المحفظة وحسب أيضاً فكرتنا عن الأسهم وقدرتها على أساس على مستويات معينة. ولذلك نرى هذا، وهذا أيضا صحي بالنسبة للمؤشر بالنسبة للبورصة، لأنه يمكن من استمرار توفر السيولة بالنسبة لمن يحتاج للمخارج أو عنده طبعا خطة خروج في مستويات معينة. الاستمرار المضارب بشكل مقبول، والآن المضاربات الحقيقة خاصة بالنسبة للبورصة الداخلية عندنا يعني في حدود اللي نعتبرها الحقيقة أيضا منخفضة بعض الشيء. البورصات الأخرى تملك كثير من أدوات التحوط ومن أدوات المضاربة حتى الآن غير متوفرة، مثل الخيارات ومثل طبعا العقود المستقبلية وكثير من الأدوات اللي حتى الآن غير متوفرة. ولذلك حتى على المستوى اللي نشوفه من المضاربة، ما زال مستوى المضاربة يعتبر على حدود الدنيا خاصة بالنسبة للبورصة. هذا طبعا يعني فيما يعني الحقيقة أنه في حالة توفر الأدوات المضاربة الأخرى وأدوات التحوط، بإمكان رفع مستوى التداول ومستوى السيولة داخل البورصة خلال المراحل القادمة. وهذه طبعا فرص كبيرة بالنسبة للقائمين على البورصة في حالة تم الموافقة وإدخال أولا رفع الحقيقة مستوى الهامش في السوق بشكل عام،
وهذه طبعا المسؤول عنها كل بنك وكل ممول بدل تدخل الأطراف الأخرى فيها. كل مؤسسة مالية قادرة على أنها تدرس مستوى المخاطر اللي توافقها بالنسبة لأصولها، ولذلك لو سمح شوية وكان هناك نوع من الانسيابية في التداول راح نشوف أنه في أدوات الحقيقة تهم المضارب من زاوية وتهم المتحوط أيضا بالنسبة للأسهم من ناحية، وتهم البورصة في قدرتها على رفد البورصة ب نعم واضح دكتور مضاربين وأدوات ومستوى من السيولة أفضل من ما هو الآن متوفر. واضح واضح. تعتقد محمد أنه سنشهد تحرر أكبر للسيولة اعتبارا من الأسبوع القادم؟ عادة سيولة قوية في نوفمبر وديسمبر بتكون عادة عبر المؤسسات الأجنبية، عادة هي بتكون لديها هدوء قوي خلال سبتمبر، ترقب انتظار ضغط بعض الشيء على عدد من الأسهم القيادية التي هي تنوي أصل الاستثمار فيها حتى تقتنص الفرص خلال نوفمبر وديسمبر. لو عدنا بالزمن خلال عامي 2018 أو 2017 ستجد أنه الشهور الخاصة المؤسسات الأجنبية معروفة، لدينا شهور 6-7 ولدينا كذلك المراجعة النصف السنوية الأخرى في نوفمبر والتهيئة لنتائج نصف نهاية العام في ديسمبر. بالتأكيد إذا ما كان هناك يعني ضخ قوي وتعامل آخر إيجابي عبر المؤسسات المحلية خلال نوفمبر وديسمبر سنجد سيولة قوية، وأعتقد أنه أهم شيء لابد أن نركز عليه المؤشر العام كان عليه ضغط خلال الفترة المقبلة. أعتقد السبب الرئيسي كان ضعف السيولة، كنا نجد بكثير من الجلسات مستواها تحت 200 مليون ريال وهذا أمر غير جيد دعا تحدث بوضوح. لابد أنه مرة أخرى نعود إلى زخم التداولات على الأقل ما بين 250-300 مليون ريال خلال الجلسة الواحدة حتى نرى قدرة للمؤشر العام على العودة مرة أخرى إلى المستويات التي تحدثنا عنها كثيرا قرب 11000 نقطة، وأعتقد أنه مستوى ممكن ولكن فقط مع مزيد من الدعم الضغط عبر السيولة القوية ستجد هذا المستوى ممكن مؤشر بورصة قطر. دكتور عبد الله، بالنسبة للاكتتاب الجاري حاليا في شركة بلدنا لربما يكون هو السؤال الأصعب بالنسبة للخبراء، بالنسبة للمراقبين، بالنسبة للمحللين، بالنسبة للمستثمرين حتى، من ناحية أنه ما هي التوقعات بشأن الأسعار عند الإدراج؟ أنا لن أسأل عن الأسعار عند الإدراج ولكن توقعاتك بشأن أن يدرج سعر السهم عند التعويم وأن يلقى ذات السيناريو الذي لقاه أسهم شركات أخرى دون ما أسعار الإدراج، متوقع هذا السيناريو في بلدنا؟ طبعا بالنسبة لبلدنا هناك أكثر من زاوية للنظر للحقيقة مرحلة الإدراج. هناك تجربة لدى المستثمرين، هذه التجربة راح يكون لها أثر في التعامل وفي أيضا مستوى نجاح الطرح خلال المرحلة القادمة وأيضا مستوى الأسعار ما بعده. هناك الجانب الفعلي والموضوعي بالنسبة لبلدنا ودور بلدنا وطبعا كل ما يختص في بلدنا وقدرات وإمكانيات واختبار الإدارة خاصة في مراحل كانت صعبة استطاعت الإدارة أنها تتعداها وتتعداها بدون أي آثار سلبية، بالعكس استطاعت أنها تحقق نسبة كبيرة يكون لها دور بالاقتصاد. وأيضا بلدنا وتواجد بلدنا إما في المحافظ عند لدى المستثمرين في الداخل أو في الخارج راح يصبح من الزاوية المعيارية أساسي، لأنه السهم غير موجود، حجم السهم أيضا جيد، فقدرته إمكانياته أيضا إذا استطاع الحقيقة أنه يكون هناك ناجح في الطرح استطاعت بلدنا أيضا أنها تأمن مستوى استحواذها على سهمها بالسوق، لأنه معظم المساهمين هم أصلا من سوقها، ولذلك هي خطوة أيضا استراتيجية بالنسبة لبلدنا لتأمين السوق خلال المرحلة القادمة، لأنه كون المساهمين يملكون في بلدنا راح يكون هناك مستوى واضح من الولاء لبلدنا خلال المرحلة القادمة، وهذا أيضا يدعم قدراتها وإمكانياتها خلال الفترات القادمة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الله الخاطر رئيس تنفيذي لشركة الأمل للاستثمار القابضة، كنت معنا من البورصة القطرية، شكرا جزيلا لك. نذهب مشاهدي الكرام
نستعرض إياكم إذن باقي الشركات المرتفعة في البورصة القطرية في هذه اللحظات، وكما ذكرنا مجموعة الرعاية واحدة من هذه الشركات، الزاد القابضة هذه أكثرها ارتفاعا، مجموعة الإسلامية، بنك الدوحة كما نتابع، الإسلامية للتأمين، هذه أبرز الشركات من ناحية الارتفاع. نذهب إلى الشركات الأكثر انخفاضا في هذه اللحظات، وأبرزها في التحويلية والتي تسجل 3.40 ريالات، قطر وعمان 49 درهم، الخليج الدولية عند 1.65 ريال، ودلالة القابضة عند 64 درهم. سؤالي إلى سيد فراس الخطيب، عن نعود إلى القطاع العقاري. سيد فراس، إذن هل برأيك هناك تحديات اللحظة تواجه القطاع العقاري في المرحلة القادمة؟ أستاذ مروان، التحديات محدودة، يعني أبرزها هي ندرة الأراضي الفضاء القابلة للبيع في بعض المناطق. ندرة الأراضي في بعض المناطق تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي، أو يعني بدناش نحكي ارتفاع مقارنة بالوقت السابق، لكن بعض المناطق تكون أسعارها أعلى لندرة الأراضي الفضاء القابلة للبيع. يميل بعض ملاك العقار إلى الاحتفاظ بعقاراتهم أو الإبقاء عليه، أو الإبقاء على العقارات القديمة المؤجرة دون البدء بعملية تطويرها من جديد. أيضا يعني من التحديات اللي بتواجه يعني كبار المطورين قد يعني يحجموا عن التوجه لبعض المناطق الناشئة، المناطق الجديدة، لرغبتهم بالبقاء ببعض المناطق اللي تعودوا عليها بموضوع الاستثمار وعارفين مزاياها الاستثمارية. يعني من التحديات أيضا بعض المطورين يفضل التوجه فقط للمناطق الراقية يعني للحصول على عوائد استثمارية أعلى في هذه المناطق دون التوجه للمناطق الأخرى اللي بتكون واضح العوائد الاستثمارية فيها أقل. يعني هاي أبرز التحديات ويمكن حلها، يعني حلها مش نعم. نعم. الحمد لله يعني ما سهل. فراس الخطيب الخبير العقاري كنت معنا من الدوحة، أشكرك جزيل الشكر. نذهب إلى أخبارنا إذن مشاهدة الكرام، حيث افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا مؤتمر إكسبو الدوحة للمدن الذكية. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة، الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات والخبراء والمسؤولين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف إكسبو الدوحة للمدن الذكية في نسخته الأولى بدولة قطر إلى التعريف بالتكنولوجيا المبتكرة التي من شأنها أن تسهم في تحسين حياة المواطنين والمقيمين والزوار عبر تحقيق الشمول الاجتماعي والاستدامة والتمكين. قام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بجولة في معرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كتكوم 2019 الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات تحت شعار مدن آمنة وذكية، حيث اطلع معاليه على مختلف مشاريع ريادة الأعمال والتكنولوجيا الرقمية وبرامج التحول الذكي وأهم المشاريع المحلية والدولية المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات. هذا وقد شهد معالي رئيس مجلس الوزراء التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع تسمو للمدن الذكية بين وزارة المواصلات والاتصالات وشركة اتصالات قطر أريدو. أشاد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في كلمته التي ألقاها بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من معرض إكسبو للدوحة للمدن الذكية، أشاد بالرؤية المستقبلية المشتركة التي تجمع كل من دولة قطر وجمهورية رواندا باعتبارهما مثالا رائدا يحتذى به عالميا في مجال المدن الذكية. يجمع بين دولتين عاملين رئيسيين ومؤثرين في مسيرة تطورهما، أولهما الرؤية المستقبلية الثاقبة التي تتمتع بها قيادة الدولتين، والعامل الثاني هي الوتيرة المتسارعة التي أخذها التطور، وذلك بفضل الاستثمار الذكي في البنية التحتية وتعزيز مناخ الاستثمار والدعم المستمر من قبل الدولة للشركات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. على هامش إكسبو الدوحة للمدن الذكية وقعت شركة
ميزا إكسبانشن وشركة NGN التركيتان اتفاقية تعاون تسمح بالاستخدام المشترك لقواعد البيانات لدى الشركتين، ويأتي توقيع الاتفاقية لتلبية لحاجة متزايدة يقتضيها توسع وتطور التعاون بين دولة قطر وجمهورية تركيا في جميع المجالات، مما جعل استخدام وتأمين المعلومات ضرورياً للشركات العاملة في البلدين. تعتبر هذه الاتفاقية كتير مهمة هلأ بالنسبة لميزة، لأنه صار عنا نوع من الزراع الموجود بتركيا يلي هو بيوازي أهميته أهمية ميزة. هاي الشركة NGN بتعنى بكل كمان تقديمات الحلول التكنولوجية، بتعنى بمركز بيانات، بتعنى بالمانج سيرفيس بروفايدر بنفس المستوى الكواليتي اللي بتقدمه شركة ميزا. دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفال النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في جناح الوزارة بمعرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كتكوم، دشن حزمة مشاريع جديدة شملت مجموعة من الخدمات الإلكترونية على برنامج صك وإطلاق مشروع رقمنة الاتفاقيات الدولية ومشروع العقود الإلكترونية الموحدة. كما أطلق سعادته تطبيقا قانونيا جديدا يحمل اسم الميزان، وذلك لتوفير خدمات البوابة القانونية القطرية على الهواتف الذكية. من جهة أخرى، وقعت كل من فودافون قطر وشركة هيولت باكارد الأمريكية مذكرة تفاهم للتعاون في توفير حلول متطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات والهيئات الحكومية في دولة قطر. نبراس للطاقة أعلنت عن قيام شركة نبراس للطاقة لإدارة الاستثمار BV إحدى الشركات التابعة لها بإكمال عملية الاستحواذ على 4 مشاريع لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية في البرازيل، لتستحوذ بذلك الشركة القطرية ذات النشاط العالمي في قطاع الطاقة على حصة نسبتها 80% في محفظة مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة ناهزت 482 ميجاوات من شركة كانديان سولار. في الدوحة أيضا بدأت أعمال منتدى ترينتي 2019 المتخصص في مجال العائدات التجارية للمطارات. يناقش هذا المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 650 من رواد قطاع الطيران في العالم العديد من الملفات ذات الصلة بخدمات الطيران. مساهمة المطارات والخدمات الجوية في التنمية الاقتصادية المستدامة من أبرز الموضوعات التي تناقشها نسخة هذا العام منتدى ترينيتي الذي تستضيفه الدوحة على مدى يومين بمشاركة نحو 700 من رواد الخدمات الجوية في العالم. هذا المنتدى يقام لأول مرة في الشرق الأوسط، وأنا سعيد لاختيار قطر لاستضافة هذه النسخة. يشارك في هذه النسخة حوالي 700 مشارك يمثلون مختلف المطارات في العالم، جاءوا لمناقشة الواقع والرؤى المستقبلية وكيف يمكن تنميتها. فمؤامة الجهود بين المطارات ومزودي الخدمات وعلامات البيع بالتجزئة من الأهداف الرئيسة التي يسعى لها المنتدى من أجل إيجاد تجربة تسوق نوعية للمسافرين الذين يتوقع أن ترتفع أعدادهم بحلول العام 2040. نشاركهم أفكارنا ونشارك وهم يشاركون خبراتهم في مطارات ثانية، فهذا راح يساعدنا مش كمطار حمد الدولي، راح يساعد المنظومة كاملة، منظومة الطيران ولا منظومة مطارات العالم، شلون يوفرون تجربة أفضل للمسافرين، شلون ممكن يغيرون الأبروتش اللي يسوون للمسافرين عن طريق محلات الديوتي فري اللي موجود في المطار. هي أهداف شرع مطار حمى الدولي في تعزيزها من خلال عمليات التوسعة المتوقعة للمطار والتي تشمل مختلف الخدمات بما فيها السوق الحرة. من الست مناقصات ثنتين اوريدي ترسوا على شركات، والشركات بدأوا شغلهم في التوسعة، في أعمال التوسعة، والأربع مناقصات الباقية إن شاء الله كلها راح تترسى قبل نهاية شهر 11، يعني إن شاء الله في شهر 12 قبل نهاية السنة راح يكون كل المقاولين اللي يشتغلون في التوسعة راح يكونوا موجودين وشغالين في المطار إن شاء الله. جهود تعزز رؤية المنتدى في زيادة الإيرادات غير الملاحية لتساعد هي الأخرى في تنمية المطارات بغية توفير أنظمة نقل جوية آمنة وعلى درجة عالية من الكفاءة. في الختام مشاهدي الكرام، أشكر محمد السقا صحفي بجريدة لوسيل، والشكر أيضا لكم، وبالتأكيد نلقاكم مرة أخرى الواحدة بتوقيت الدوحة وتفاصيل عن إغلاقات البورصة القطرية وآخر أخبار
أخبارنا الاقتصادية بالتأكيد. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.